سائل عن سر توفيقي سعي للغير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، التكافل الاجتماعي في الإسلام. تعلمون أيها الإخوة أن الإسلام أمران اثنان، حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. ولعلي أستطيع أن أقرأ منكم نصوصاً كثيرة تحفظونها بشكل إرادي أو لا إرادي، تتحدث عن حسن صلة المسلم بالناس، وأن حسن صلته بالناس سبب لزيادة قربه من الله تعالى. فمثلاً، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فذكروا من صلاتها وصومها وصدقاتها غير أنها كانت تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وذكروا امرأة ولم يذكروا من كثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، يعني الأساسيات على الفرائض، غير أنها تحسن إلى جيرانها، قال هي في الجنة. تكافل وتعاون مع الجيران، حسن صلة مع الجيران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. والوالد في اللغة يطلق على الأب، الأب والد، وعلى الأم، الأم والد، وهما اثنان والدان. الوالد أوسط أبواب الجنة، والوسط باللغة العربية هو الحسن، يقال تضع الجوهرة النفيسة في وسط العقد، يقال واسطة العقد لأنها أحسنه. الوالد أوسط أبواب الجنة، أحسن أبواب الجنة، فإن شئت فخذ ذلك الباب وإن شئت فدعه. حسن صلة بالناس. رحم الله أبا أعان ولده على بره، حسن صلة بالناس. وهكذا نصوص كثيرة أيها الإخوة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت جنة ربها، حسن صلة بالناس. دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك، زوجتك وأولادك، أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك، حسن صلة بالناس. الإسلام أمران: حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. ولن يكتمل إيمان المؤمن ولن يصح إسلامه حتى يحسن صلته بالناس. وقد مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، الجيران والأهل والأرحام والمعارف والشركاء والرفقات والأصدقاء أثنوا عليها خيرا فقال وجبت. ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا قال وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما وجبت؟ أول واحد وجبت، ثاني واحد وجبت. قال: أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. من هذا شاع مثل يقول: ألسنة الخلق أقلام الحق. الإسلام بلا ريب أيها الإخوة حسن صلة بالناس وحسن صلة بالله عز وجل. في حسن الصلة بالناس يأتي الإسلام ليدعم التكافل الاجتماعي وتقوية الروابط بين الناس بعضهم مع بعض. القطاعات العاملة في الدول أربعة: القطاع العام الدولي، والقطاع الخاص، والقطاع المشترك، والآن أقوى القطاعات التي يتوجه إليها العالم من أجل تفعيلها إنه القطاع اللاربحي، يسمونه القطاع التطوعي، يلي هو منظمات المجتمع المدني، يلي هو المنظمات غير الحكومية، يلي هو المؤسسات الأهلية. يقولون هذه المؤسسات وهذه القطاعات أقوى من كل القطاعات الثلاثة إذا فعلت، وما دامت المجتمعات لا تفعل هذه القطاعات الاجتماعية
فستبقى الدول في تخلف وفي تراجع. والآن في تصغير لهذه المسألة صار لما بتعمل أي شب بيناتنا، أي فتاة بدها تتوظف بمؤسسة كبيرة، بمؤسسة عالمية، بمؤسسة تضبط علوم الإدارة وعلوم التوظيف، لما بتكتب السي في تبعك والسيرة الذاتية تبعك في بند مهم، إذا فقد بالسيرة الذاتية تبعك في الغالب أنت تستبعد من التوظيف في هذه الشركة الكبرى. هذا البند هو العمل التطوعي. واحد من الإخوة شركة شيل من سنوات جاءت تريد موظفين من الشرق الأوسط، ففي لجنة جاءت لمقابلة الموظفين، من جملتهم بعض الشباب السوريين قدموا إلى هذه الشركة. واحد من الشباب يحضر معنا، المؤهلات تبعه ممتازة جداً للوظيفة المطلوبة، سواء بالشهادة الجامعية التخصصية، وسواء بالخبرة العملية، وسواء بالمهارات والدورات، وسواء بالتطلع، وسواء بالعمر، وسواء يعني ميوله ورغباته في الحياة. بس بعدين طلعت النتيجة أنه غير مقبول. سأل اللجنة أنه أنا ليش ما قبلت عشان أحسن بحالي، قالوا له أنت ما لك متطوع بولا مؤسسة لا ربحية. قال له ليش شركة شيل ربحية لما مو ربحية؟ قالوا له لا ربحية. قال له إيش دخل اللا ربحي بالربحية؟ قالوا له لأن الناس الذين يتطوعون في المؤسسات اللا ربحية التطوعية، هؤلاء عندهم همة للعمل من ذواتهم، يعني هذول ما عم يشتغلوا مشان المصاري، عم يشتغلوا لأنهم يحبون أن يعملوا، لأنهم يعتقدون بأن العمل يفعل شيئا بالمجتمعات، لأنهم يعتقدون ويمارسون أن خدمة الناس تعطيهم قوة إضافية. أما أنت زلمة ما بتفهم إلا بالمصاري بمعنى الكلام، يعني بنخاف بكرة إذا قال له المصاري ما يكون أدائك بشركتنا جيدا، لذلك نعتذر. الآن حتى الشركات صارت إذا واحد يتطوع في عمل لا ربحي، في عمل اجتماعي، هذا مصدر قوة. يا أيها الإخوة، الإسلام دعا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر إلى التكافل. نحن في هذه الدروس في كل يوم سنعقد درساً عن مسألة من مسائل التكافل أنتم تعرفونها، بس سنجمع خيوطها مع بعض مشان تقرأوا نظام التكافل في الإسلام، لتوقنوا أن امرأة لا يضيع أبداً أبداً في المجتمع المسلم إذا نحن تمسكنا بتعاليم الإسلام صحيحة. فمثلاً من أبسط أمور التكافل وأقربها إلى فهمنا بر الوالدين. بر الوالدين تكافل مع أمك وأبوك. طبعاً كلمة البر صحيح هي كلمة ابتسامي، صحيح هي قبلة يد، وصحيح احترام، هذا من جهة، لكن بر الوالدين يعني من جهة ثانية النفقة. إذا كان الأب فقيراً والابن موسراً فالواجب الشرعي عليه كما سنقرأ في دروس أخرى أن ينفق على أبيه، وفي هذا تكافل. الآن الدراسات الأمم المتحدة عم تعد اتفاقية من أجل المسنين في العالم، لأن أعداد المسنين تزداد في العالم بشكل عام. على التقريب في 9% بالعالم مسنون، والمسن هو من جاوز 60، هيك بتعبير الأمم المتحدة متفق عليه. فلاحظوا بأن المجتمع يتجه نحو المسنين، أو يدخل أناس كثر منهم في السن فوق 60 التي جاوزت 60. لذلك الآن يصنعون اتفاقية دولية، لأنه في قضايا كبيرة جداً تظهر في العالم الشرقي والغربي فيها أذية لهؤلاء المسنين. أما في الإسلام، أما في الديانات السماوية، فبرك لأمك بابك للجنة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الصحابة يريد أن يذهب معه إلى الجهاد يجاهد، قال ألك والدة؟ قال نعم. قال إلزم رجلها فثم الجنة. أنت مو بدك الجنة؟ روح لعند أمك. الله أكبر، الأم التي جاوزت 60 أو جاوزت 70 هناك ستجد الجنة، وعند أبيك ستجد أوسط أبواب الجنة. في تكافل ببر الوالدين، بعدين في تكافل برعاية الزوجة والأولاد.
نفقتك على زوجتك، رعايتك لأولادك، نوع من أنواع التكافل. بعدين في تكافل مع الأرحام، عمومك وأخوالك وجدك وحفيدك. بعدين في تكافل مع الجيران. بعدين في تكافل مع الفقراء والمساكين في المجتمع المسلم. بعدين في تكافل مع غير المسلمين. سيدنا عمر بن الخطاب كان يمشي رضي الله تعالى عنه يوم من الأيام، فشاهد رجلا مسنا يسأل الناس، سأل عنه، قالوا يا أمير المؤمنين إنه رجل من أهل الكتاب، رجل ما له مسلم طاعن في السن يسأل الناس، قالوا إنه رجل من أهل الكتاب. قال والله ما أنصفناه إذ نحن أكلنا شبيبته وتركناه يسأل الناس في هرمه. افرضوا لكل رجل من أهل الكتاب لا يستطيع نفقة على نفسه نفقة من بيت مال المسلمين. في تكافل بالإسلام. مرة ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأنه كان يعس في المدينة، وشرطة العسس هي شرطة الليل، فشاهد قافلة تجار ومعهم ذراريهم، بعض النساء وبعض الأولاد، فقال له لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، تبيت أنا وأنت نحرسهما الليلة، شو رأيك نأخذ أجر نحرسه لدون تجار ومعهم أسرهم ومعهم أموالهم لا يمشي حدا يأذيهم؟ قال نعم. فبات عمر وعبد الرحمن بن عوف يحرسان القافلة. قال فسمع عمر صوت بكاء طفل صغير، فانتظر فترة وبكاء الطفل مستمر، فاقترب من الصوت وقال يا امرأة إن طفلك يبكي فأرضعيه، ثم ابتعد. غاب ساعة رجع سمع صوت الولد الصغير، قال إن طفلك يبكي أرضعيه. غاب ساعة رجع طفل يبكي، قال بئس الأم أنت، شو هالأم السيئة، ابنك عم يبكي صلوا من الليل وأنت عم مالك عم تقومي ترضعي. قالت إليك عني، ما بتعرفوا أنه أمير المؤمنين عمر. قال فإن أمير المؤمنين عمر لا يفرض إلا للفطيم فينا فأنا أفطمه. أكل عمر عامل مصروف للأطفال، بس مو عامل مصروف لأي طفل، طفل اللي بيرضع من أمه ما له معاش، بس الطفل بس ينفطم نعمل له معاش، فأنا عم بفطمه. قال كم له من العمر؟ قالت 7 أشهر أو 6 أشهر. فجعل عمر يبكي ويقول ثكلتك أمك يا عمر، كم قتلت من أطفال المسلمين؟ ثم قال لها لا تعجلي عن فطامه. قال فلما صلى الصبح بالناس عمر ما كاد الناس يستبينون قراءته من البكاء، ثم قام بالناس خطيبا وقال أيها الناس إنا كنا قد فرضنا لكل فطيم في الإسلام، فبلغنا أن أمهات يفطمن أولادهن قبل سنهن، ألا فإنا نفرض لكل وليد في الإسلام. من هلأ كل طفل صغير ما في أحد ينفق عليه أو ما في أحد يستطيع أن يبذل له أو هو بحاجة أسرته بحاجة، خلاص نحن في تكافل اجتماعي المجتمع كلياته سينفق عليه. يا أيها الإخوة، نحن كلنا نعرف بنوداً مجموعها تصب في مسألة التكافل. الزكاة نوع من أنواع التكافل، الصدقة نوع من أنواع التكافل، فدية الصيام. ما العبرة إلا إذا واحد بيناتنا ما بيقدر يصوم إجا الشرع قال له بدك تدفع مصاري، شو دخل هذا بهذا؟ نوع من أنواع الترابط الاجتماعي والتكافل الاجتماعي، لأن هذه الفدية ستذهب إلى أناس. في دراسة عن صدقة الفطر، صدقة الفطر أصل دفعها أنها تدفع ليلة العيد، وممكن قبل العيد بشي 3 أيام. إذا في بالعالم الإسلامي 1 مليار مسلم، كل واحد دفع 500 ليرة، 500 ضرب مليار، 500 مليار نزلوا على السوق، 500 مليار بيحركوا الأسواق الاقتصادية كلها. هذا الدين يا أيها الإخوة صنعه وخلقه رب العالمين جل جلاله. والله ما تمسكنا نحن بالترابط مع بعضنا، بالتعاون مع بعضنا، بالتكافل مع بعضنا، بالتعاون مع بعضنا، فنحن ننتظم في شرع الله عز وجل.
وكلما تدرب أحدنا على الفردية وعلى الأثرة وعلى رؤية النفس ونسيان الآخرين وعلى الصعود على أكتاف الناس، كلما كان بعيداً عن هذا الشرع، ولو صلى ولو صام ولو حج ولو زعم أنه من المسلمين. سأختم الدرس بتعريف التكافل الاجتماعي. الدروس كلها إن شاء الله ستكون في التكافل الاجتماعي، وهذه مقدمة. بس شو تعريف التكافل الاجتماعي؟ التكافل الاجتماعي في الإسلام هو كفالة الحاجات الضرورية لكل فرد من أفراد المجتمع. كفالة الحاجات الضرورية لكل فرد من أفراد المجتمع. ودارسو التكافل الاجتماعي بيقولوا إعطاء الفرد هذه الحقوق ليس على سبيل التكرمة والتحنن والكبير يعطي الصغير أبداً، وإنما هو حق من حقوقه أن يكفل المجتمع له حاجاته الأساسية، بحيث إذا قصر المجتمع لهذا الفرد أن يطالب وبصوت قوي حتى ينال هذه الحقوق. نسأل الله عز وجل أن يجعل على أيدينا قضاء حاجات خلقه، وأن يجعلنا سبباً في شفاء خلقه، وأن يجعلنا سبباً في هداية خلقه. اللهم اجعلنا سبباً في تيسير عسير أمور عبادك، وأجر هداية خلقك على أيدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك، متعاونين فيك، متباذلين فيك، متناصرين فيك، وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم تدارك البلد وأهله بألطافك الخفية يا خفي الألطاف، نجنا وعبادك الصالحين مما نخاف. يا صاحب الفرج يا صاحب الفرج يا صاحب الفرج، نحن عباد من عبيدك، وقد قلت في كتابك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا رب نحن فقراء لفرج من عندك ولرحمة من عندك، رحمتك نرجو يا رب، رحمتك نرجو يا رب، رحمتك نرجو يا رب، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك، ارزقنا صدق الهمة في الإقبال عليك، واجعلنا من أقرب عبادك لديك، ويسر لنا طريق الوصول إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اقض لكل واحد حضر معنا حاجته، يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات، اقض لكل منا حاجته، واعطه مسألته، واشفي له ولده، وأصلح له زوجه، واهدي له ولده، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.